السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في كامل الصحه. اليوم غادي نقدم معكم واحد المعسله اللي كتجي زوينه وسهله بالنسبه للناس اللي ما باغينش يديروا الشباكيه حيت فيها شويه ديال التماره، وهذه يقدروا يعوضوها بهاد المعسله او يديروهم بجوج. المهم هاد المعسله اللي كتجي سهله وفي نفس الوقت كتجي بنينه بزاف. كنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر باش تتبعوا المراحل. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غندير كيلو ديال الطحين. عندي هنا كيلو ديال الطحين، كديروا فيه جوج معالق ديال الزبده، كديروا فيه معلقه كبيره مخلطه ما بين حبه حلاوه والنافع مدقوقين ومغربلين، كديروا كاس ديال ماء الزهر كاس صغير، كديروا جوج معالق ديال الخل، كديروا ثلاثه معالق ديال الزيت، كديروا راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وكديروا شويه الملحه لصحيح الذوق. ديما شي حاجه معسله ضروري شويه ديال الملحه باش كنصحوا، يعني كتخرج ديك الذوق، الذوق كيجي زوين واخا انها الوصفه كتكون حلوه، ضروري شويه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للطحين انا غادي نعجنهم في العجانه، طبعا اللي بغى يعجنهم في بيديه يعجنهم. وغادي ندير جوج معالق هنا ديال الزبده، غادي ندير هنايا كما قلت لكم معلقه كبيره مخلطه ما بين حبه حلاوه والنافع مدقوقين، غادي ندير راس معلقه ديال الخميره ماشي بزاف غير شويه، ديال الخميره ديال الحلوه ماشي الخميره الخبز، غندير شويه ديال الملحه، غندير ثلاثه معالق ديال الزيت ديال الزيت ديال الطياب، غندير كاس ديال الاتاي ديال ماء الزهر، جوج معالق ديال الخل، الخل كيخلي لنا بان العجينه تجي هشيشه تجي رطبه. من بعد كنعجنوهم بالماء دافي بحيث العجينه تكون ماشي قاصحه ماشي خفيفه، تكون مرخوفه شي شويه باش تجينا سهله ملي نكونو كنصاوبوها، ولكن ما تجيش ثقيله بزاف وما تجيش خفيفه بزاف. انا دابا غادي ندير ليها الماء دافي وغادي نعجنها تندلكها مزيان ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. الناس كما كتشوفوا العجينه ديالنا من بعد ما تعجنات وتدلكات ها كيفاش كتجي، خاصها تكون طريه. نسيت ما قلتلكمش في المقادير، درت ليها حتى واحد معلقه صغيره ديال القرفه نسيت ما ذكرتهاش، مع خليتها عندي حدايا هنايا ما حطيتهاش في الطبسيل ونسيتها. المهم كنكورو تكويرات صغيورين بحال الا غادي ندير الرفيسه. اولا مسمنات صغار بحال هذا الشكل، وغادي نبقاو غادي بهذه الطريقه العجينه كلها ونغطيوها ونخليوها ترتاح واحد شي شويه شي 10 دقائق عاد نبداو نخبزو بها نخبزو فيها. كما كتشوفوا الطريقه سهله بزاف، ضروري من الزيت وضروري تغطيوها، ملي كتغطى باش ما كديرش ديك القشره على وجهها، والزيت ضروري باش كتبقى رطبه وطريه. الطريقه هذه راه كلشي كيعرفها، طريقه سهله حيلا غديروا شي مسمنات باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا غنبقى غادي هكا حتى نكمل العجينه ديالي كامله، وغنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مده واحد 10 دقائق ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. اخواتي كما كتشوفوا من بعد العجينه ديالنا ما كتكون تلقات راسها، كنبقاو نطيبوهم قرب الكاميرا، كنطيبوهم بحال الا كنطيبو التريد، غير هما خصهم يبقاو بويض مخصهمش يطيبو بزاف، وكنديروهم شي طبسيل ونغطيوهم. انا كيس كنطيب باش ما نطولش عليكم،
بحال هكا كنطلقوهم. انا ما غاديش ندير لكم ديك القضيه ديال غطيبوا وحده فوق وحده، اللي كتعرفها ديرها، طيبوا وحده وتحطوها في المقله وتطلقوا وحده اخرى وتحطوها في منها كنتم غاديين كتقلبوا، اولا الطريقه اللي وريتكم ديال التريد اللي كتفرقوا ما بين وحده وحده بالطحين، حتى هي ديروها الا بغيتوا. ولكن دابا كنوريكم الطريقه بالنسبه لي اول مره غديرها. طلق عيب وحده بوحده ولكن ترققها شحال ما رققتوها مزيان، وديروها في المقله غير تبان لكم بدات كتنشف هذا الشكل، بغيت تبان لكم بدات كتنشف قلبوه بحال هكا عاوتاني شويه وقلبوها، خصهم يبقاو بويض وخا تقطع لكم ماشي مشكل، انا اصلا غادي نلويوها تكون تبقى لكم بيضه وتغطيوها باش ما توليش تقرمل يعني ملي تجيو طيوها تهرس، باش هي كترجع فيها ديك السخونيه وكتبقى رطبه على الشكل. خصنا نخليوها بيضه ماشي بحال تريد نحمروها شويه، هذه خصها تبقى بيضه تماما. نحيدها ونولي نعاود معكم واحده اخرى. هذا الشكل نتمنى تحاولوا ترقوها شحال ما جات رقيقه، شحال ما جات شحال ما كتجي مزيانه. هنا كما كتشوفوا كنديروا شويه ديال الزيت ونقلبوها، حطي المقله كنقلبوها بحال هكا مباشره غير شويه وكتعاودوا تقلبوها صافي وكتحيدوها وتحطوها وتغطيوها. هذه هي الطريقه كتبقاو غاديين عليها حتى كتكملوا كلشي. صافي كتحيدوها كديروها هنا وتغطيوها باش تبقى رطبه. المهم انا غادي نكملهم كاملين ونوريكم الطريقه في جوج، غنكملهم ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا عليهم ان شاء الله. اخواتي كما كتشوفوا من بعد ما طيبناهم كاملين كنجيو كنديروا لهم بحال هكذا كنلويوهم. خصنا نديروا شويه ديال الماء والطحين هنايا كنلويوهم هكا مدورين بحال غادي نديروا شي سيجار بحال هذا الشكل. كنجيو الحاشيه ديالهم وكنديروا الطحين مزيان مع الماء باش تلصق لنا مزيان كما كتشوفوا. واخا تشوفوهم هكا ما طايبينش مزيان راهما غادي يتقلاو في الزيت وغادي يعاودوا يطيبوا، ما اصلا خصهم يجوا هكا ما طايبينش مزيان. كنجي هنا كنحيد هكا الاولاني ديالو هادو، من بعد الا بغيتوا تعاودوا تقليوهم وتفوهم في العسل كتقليوهم من بعد بلا تقلب هذا الشيء. من بعد كتجيو وكتقطعوهم هكا على شكل مائل بحال هذا الشكل. نعاودو وحده اخرى كنجيبو، الا بانت لكم كاينه شي حاشيه هكا غليظه ولا هادي تقدروا تقطعوها، بحال مثلا بانت لكم شي طريف هكا تطوالكم في المقله وجاكم غليظ تقدروا تقطعوه على الشكل باش ما يجيكمش غليظ. صافي كتشدوها وكتبقى تلويوها، ما تلويوهاش هكا هكا، تلويوها تكون مجموعه بحال هكذا يعني اللويه تكون صغار على الشكل. بعد تجيبوا الطحين ولصقوا هاد البلاصه مزيان، ضروري الطحين والماء باش يبقاو عندكم ملصقين الشكل اللي قطعتوه يبقى فيهم ما يتحلوش لكم. هذا الشكل كنحيدوا هاد الجناب ديالهم هكا صافي وكنبداو نقطعوهم هكا. كما كتشوفوا
غنعاود معكم واحدة اخرى. ملي كتغطيوهم كيبقاو هكا رطبين، واخا ديروا لهم هكا ما كيتهرسوش. بسم الله، كتبداو هكا صغيره بحال هذا الشكل. تجيو هنا ديروا الطحين مع الماء، ولكن يكون بكميه كثيره هكا باش يلصق لكم مزيان، والطحين ما يكون قاصح بحال هذا الشكل، ماشي يبقى خفيف بحال هذا. من بعد كتجيو كتحيدوا هاد الحاشيه هذه هكا، باش غير باش تجي الديكور ديالها بحال بعضياتها، يجيو كلهم بحال بعضياتها. صافي، كتبقاو غاديين بهاد الطريقه كما كتشوفوا. الطريقه جد سهله، ما تاخذش منكم الوقت بزاف، وكيجيو زوينين. دابا نخليكم حتى نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. الناس كما كتشوفوا معايا، ها هي الكميه اللي خرجت كيلو ديال الطحين. طبعا خرجنا من هادوك الزوائد اللي كيكونوا في الجناب، كيفاش الشكل ديالهم كيجي. دابا حطيت الزيت يسخن وقطع ورميت فيها واحد الطريف ديال العجينه باش نشوف الزيت الى سخن. هزا كما كتشوفوا، عندي هنا العسل باش نطفيها، عندي هنا الزنجبيل المحمر. نبداو على بركه الله، بسم الله، نديروهم في الزيت يتقلاو، ما نحمروهمش بزاف حيت كنديروهم في العسل، العسل كيزيد يحمر المعسلات. كنديرهم في الزيت تكون سخونه، ملي كيتقلاو كنديروهم في العسل، من بعد كنحطوهم يقطرو ونرشو عليهم شويه ديال الزنجبيل بحال الشكل ديال الشباكيه بحال اي معسله. كما كتشوفوا الطريقه راه هي سهله بزاف، وكيجيو زوينين ولداد مع ديك العطريه اللي درنا فيهم وداك القوام. كيجيو واخا هما كميه بساط، ولكن كتجي لذيذه وكتعطي كميه لا باس بها، يعني التفصيل عامر تبارك الله. كنتمنى انكم تجربوها، وطبعا بحال دائما الى عجبتكم تخليوا لي التعليقات ديالكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب، ديروا جيم واشتراك وتفعيل الجرس بالنسبه اللي باقي ما اشتركش معايا. كما قلت لكم، واخا كتشوفوهم هما اصلا خصهم يبقاو هكا بويض، لانهم هما كيتقلاو كيكملوا الطياب ديالهم في القلي، ما خصهمش يطيبوا بزاف حيت الا طابوا في المقله بزاف كيتكرملوا، ملي كتجيو طويهم كيتهرسوا هكا كما كتشوفوا، ما كيتهرسوا ما والو. والطحين يكون ثقيل شويه، داك الطحين اللي كتلصقوا به العجينه خصو يكون ثقيل شويه باش يلصقها لكم مزيان، باش ملي ديروها في المقله ما تحلش لكم، ملي ديروها في المقله في الزيت ما تحلش لكم. هذاك الشكل ديالها هكاك دائري. كما كتشوفوا الشكل ديالها، شوفوا شي بان التصوير مزيان، الشكل ديالها خصو يكون هكا مذهب. كنديرها في العسل، نضغط عليها باش تعسل مزيان، خليوها واحد المده هكا تعسل بما ما تقلات لنا القريه الثانيه باش تشرب العسل مزيان، عاد كنحيدوها. بسم الله، هما عاد كديروهم في الزيت صافي كيبقاو يتفرقوا على بعضياتهم، يعني كيجيو الشكل ديالهم دائري. اللي غادي نهز بها هاد المعسلات،
صافي كتبقاو غادي بهذه الطريقه هذه حتى كتكملوهم كاملين. طبعا ماشي حتى كتكملوهم كلهم عاد كديروا زنجلان، كميه قليتوها وحطيتوها تقطع كديروا فوق منها شويه ديال الزنجلان باش كيلصق. انا هذا حلفات ما تهزهم. قلتلكم ما تحمروهمش بزاف وما تخليوهمش يخضرين في نفس الوقت، يكونوا ما بين وبين. صافي كنحيدهم ونحطهم في العسل، خليهم يقطروا شويه ونحطهم في العسل وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه. دابا نخليكم حتى نتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله.